شوفي مين يا تغريد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاضر. يا ماما تعال. خير؟ زعل ابوك ليه؟ هو اشتكالك؟ ابوك ما يعرفش يشتكي قليل التربيه. طب هو فين عشان يقول زعلان من ايه؟ ابوك خرج يشتكي منى يا عاطف. ما انت اصلك لو كنت هنا كنت خرجت بدل منه. انت عارف ان صحته على قد. حتى انت يا مقصوفه الرقبه. يما انا جالي شغلانه كويسه هستفيد منها، وبعدين هتسهل لي الدراسه في الكليه، وابوي عنده علم بالكلام ده. الله، وشغلك مع ابوك ما بقاش ينفعني. يعني انا هفضل ابيع بسبوسه طول عمري؟ لازمتها ايه بقى المدرسه والكليه؟ لو عايزاها الزق في العربيه يبقى نفضها سيره الكليه من دلوقتي. لا لا يا حبيبي، ما حدش قال كده. انا وابوك نفسنا نشوفك احسن الناس، وتبقى كده مرفوع الراس وترفع راسنا معاك. بس يا حبيبي انت بتساعد باباك وبتساعدنا عشان خاطري يا عاطف. تعال على نفسك شويه يا حبيبي، انت لسه شباب، خصوصا في الايام الصعبه اللي احنا عايشينها دي. اختك داخله على جواز والمصاريف تقلت علينا، واحنا اولى بالقرش اللي احنا نديه للغريب. خلاص يا حبيبي عشان خاطري يا نور عين. ده على اساس بقى ان النادي والكره دول شغل؟ انت هتشاركيني يا بت؟ لولا النادي والكره دول ما كانش جات لي الوظيفه اللي انا فيها. يا واد اختك يا واد يا بنت، تعالي مش واخده ايدي. تستاهل يا ام عشان بتحشن نفسها في كل حاجه. يا ماما قولي بتوجعك وانا سيبك عشان تعرفي ان انت حيوان. اوعى. ها بس قولي خلاص. واحد اللي يعطوها لك خلاص بقى. لا اله الا الله يا رسول الله. بس مفيش خلاص، انت مش عاجبك الواد اللي متكلم عليك اللي اسمه معتمد ده؟ اتنازلي عنه للبت دي، هما شبه بعض في الرزاله والغلاسه. هيتوفقوا. والنبي لو عايزاه تاخده بالسلامه. مين ده؟ ثلاثة بالله العظيم، ده لو جالي ماشي على ايديه. الله يجزي شطاركم يا ولاد بطني. ايوه كده فكوها، خلي ربنا يفكها علينا. امين يا رب. عاطف. اي ماما. بقول لك ايه يا حبيبي؟ يعني لما يجي ابوك يعني صالحه كده وطيب خاطره، انتوا مالكمش غير بعض. حاضر. وبقول لك ايه كمان؟ بالمرة كده يعني يا ريت تخطف رجلك لسي معتمد وتشوف ايه حكايته. عمل ايه سيزفت تاني؟ يا ريت يا اخويا يكون عمل حاجة، من يوم ما قرا فتحة البيت وادي وش الضيف. هي غلطتي من الأول. أنا لو كنت علقته على عمود النور وعملت فيه زي ما عملت في الواد ابن بتاع الطعمية، ها؟ كان زماننا خلصنا منه. حاضر ياما. هروح له عشان خاطرك.